يا سيدي، أنا سأكون معك صريح للغاية. أنا لمست أن سيادة العقيد، وكنت أرجو أن يبقى على الهواء لأقول له، أليس في تصريحاته في السابق أو في قرارة نفسه أمر يعني باطل، يقول أن الإسلاميون كلهم إخوان وغير إخوان وكلهم متدعشين وهم يعني وجهين لعملة واحدة، وهذا خطأ خطير. يعني أنا لا أفترض وجود هذا الكلام عند العقيد الذي كان معك على الخط، نعم هو موجود، أبلغني شباب أنه موجود معنا الآن. وأنا أحب أن يسمعني، نعم. أقول له الإسلاميون ليسوا وجهين لعملة واحدة، التيار الإخوان هذا التيار الذي يقول أن الدين حياة والحياة موجودة في كل أنحاء طيب. الدين، هذا التيار اسمح لي أقول لك أن هناك علمانيون كثر لا يظهرون لك أنهم يعتبرون كل الإسلاميين هم يعني وجهين لعملة واحدة هم وداعش، وهذا خطأ خطير. لذلك عندما نقول بهذه البساطة، يقول سيادة العقيد أن الأمر الفكري ما مهم يا أخي، يعني هم ضحكوا عليهم ببساطة وبدعاية وإعلام وهم ذراع استخباراتي فقط، لذلك يجب علينا أن نحاربهم. لم أسمع منه إلا أن يحاربهم عسكريا، ولن يستطيع. ستبقى خلايا نائمة وخلايا نشطة في دولة ضخمة مثل ليبيا مترامية الأطراف. لذلك الناحية الفكرية هي الأهم، ومن لا يستطيع أن يكون لديه الإقناع المضاد ولا يفترض أن الذين ذهبوا إلى داعش قسم منهم قسم كبير قد اقتنع، حتى لو كانت أفكار في نظرنا هي أفكار طيب مريضة وخارجة عن الإسلام، علينا بتأسيس ما يسمى بالإقناع المضاد، وأنا كتبت فيه بحثا ضخما نعم. الإقناع المضاد بكل وسائله الفكرية وحتى الكاريزما. لذلك أنت تجد أن الأمور كلما ازدادت سوءا سيذهب المزيد والمزيد من الناس إلى داعش. علينا أن نكون يعني واقعيين، أن نعم نحارب التنظيم فكريا وعسكريا. وأنا أقول الحماس الذي يقاتلون فيه أو الشراسة تحتاج شراسة مقابلة، ليس فقط بالطيران وكذا. وكل من يدعي ويقول لك أنه تم استئصالهم ولم ينجو منهم أحد، هذا المطلق فيه خطأ ويكذب، وهي طيب دعاية. يقول لك استأصلناهم بالمطلق، تصريح دعائي، هم ينسحبون. أن نحن نعلم تقنياتهم العسكرية، الكر والفر مستمر عندهم. ولذلك الأمر يحتاج إلى أمر فكري يعني وأمر عسكري، والفكري أهم من العسكري. طيب